الحسنى أولئك عنها معدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل أنتم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم جرى من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وربنا بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من شر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما إخوان زارونا اللهم يا ربي تقبل منه هذه الزيارة اللهم تقبل منه هذه الزيارة اللهم ربي اجعلها في ميزان قبول اللهم اجعلها في ميزان قبول وجميع اللهم عشر خطواتنا اللهم اجعل اجتماعنا لله وتفرقنا عليه اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أنقذته هذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة وارزقنا القناعة وحددنا يا ربنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت يا ربنا كل ساعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.